مسألة ديال التنمية في الإقليم، أنا ما غاديش نقول كل شيء زين، ولكن كاين المسائل اللي تحققت، اللي تحققت في قطاع التعليم، في قطاع الصحة، في قطاع ديال الطرق، وفي قطاع ديال تثمين المنتوجات المحلية، ولكن في الفلاحة، ولكن باقي هناك واحد المجموعة ديال الخصائص، بحيث أولا تتعرفوا الإقليم تعتمد أولا على الفلاحة، والفلاحة اليوم المشكل اللي تواجهنا في الإقليم هو ندرة الموارد المائية، وهذا إشكال، بحيث أنه خصنا مستقبلا نفكروا كيفاش غادي نستغلوا استغلال جيد هذه الموارد المائية، واش ما يمكنش يكون إلا عبر بناء السدود الكبرى والتلية، وكذلك عبر ندير واحد الطريق سيار ديال الماء يجي من الغرب للمنطقة ديال السويس، لأن هذه الموارد المائية إلا مشينا بهذه الوتيرة يمكن دابا 50 سنة غيولي هذه المنطقة ديال الجفاف وتزحف عليها الرمال ديال الصحراء. هذا مسألة أخرى. القطاع ديال الفلاحة كذلك تعرف مجموعة من المشاكل، والتسويق ديال هذه المنتوجات اللي من الفلاح تينتج وتبدا واحد المجهود كبير وكيحتمشي للسوق تلقى واحد الأثمنة بخيصة، لهذا لابد من تنظيم هذا القطاع وتنظيم المهنيين وإيجاد أسواق جديدة خارجية. اليوم كما تال حتى نقولوا الليمون راه كيلو ديال الليمون تنخسروا عليه واحد كميه كبيره من الماء، وحتى نمشيو للاسواق تلقاو ان التسويق ديالو ما تعطيش ديك النتيجه الايجابيه بالنسبه للفلاح، الفلاح مسكين ضايع. كذلك اذا خصنا نفكروا اولا في هذه المنتوجات الزراعيه خصها تتغير، لان ونفكروا كذلك في انشاء وحدات في تاع الصناعه التحويليه بالنسبه للفلاحه.